السلام عليكم. انا اليوم جيت سعيد بالضيافه ديال قناه اشواق تي في، ومرحبا بسيمو بيوض ووالد شكاح والقيده غيتا عندي في طنجه. مرحبا بكم كاملين. بخير رشيد. واليوم انا جيت نوضح على شي امور اللي صراحه هادشي هذا زاد على حده بزاف. هو مجموعه من الاشخاص اللي كيطيرونا الكونطات ديال انستغرام وكيحطونا في الجروبات ديال تيليجرام. انا شخصيا قدمت بواحد الشكايه، واحد السيد اللي ساكن في المحمديه بلا ما نذكر الاسم ديالو باش ما نديرلوش التشهير، والقانون غياخذ المجرى ديالو. هاد الاشخاص هادو اللي مع هاد الشخص اللي خدامين تا هما في هاد الجروبات ديال السينيور كيطيرونا الكونطات ديالنا، راه ملي غيتم الاستدعاء ديال هاد السيد راه غيتجبد كلشي، حيت هادشي هذا زاد عند حدو. وماشي انا اللي كنعاني من هادشي هذا، تا القيده غيتا وسيمو بيوض والشكاح هاد الناس هادو. رشيد نكملو معاك بالنسبه للكونت اللي مشى لك، شحال كان الكونت اللي مشى لي؟ كان عندي فيها 760,000 متابع. في الانستغرام ولا في الانستغرام؟ في الانستغرام كان عندي 760,000 متابع. طيروا الكونت الاولاني والكونت الثاني فيه شي 24,800 متابع، حتى هو طيروه. يعني هاد الناس هادو زادوا عند حدهم. يعني ما فهمتش ان هاد الناس هادو كيهاجموني بدون وجه حق، ما انا كندير شي حاجه خايبه. والكونت ديالي مؤخرا رجع لي مع الاربعه ديال العشيه، ما دريتش انا نجي نوصل الدار مع 6:30 كنلقى الكونت ديالي طار بدون وجه حق. حنا كنا عيقوا زادوا ما زدت لا ستوري لا. بما انه قلت المحتوى ديالك مزيون، يقدروا يكون عندهم معك شي عداوه. شوف كاين واحد الباج سميتها الحكومه في الانستغرام، نسميها انا من هذا المنبر، هي من وراء هادشي هذا ديال السينيال. يعني كتحرش هاد الناس هادو، وصلني اخبارات على هادشي، باقي خصني غير نزيد نتاكد شي شويه ويوصلوني شي معلومات باش نزيد نبازيو عليهم. القايده غير تتفضل. السلام عليكم خوتي حبابي. انا جيت سعيده بالاستضافه ديال الموقع ديال اشواق، وجيت سعيده باللقاء ديال الاصدقاء ديالي ديال السوشيال ميديا، سيمو بيوض والشكاح ورشيد، تبارك الله عليه الجود والكرم، ديما مسكين كيستقبلنا عنده في طنجه. بالنسبه لهادشي اللي قال خويا رشيد، حتى انا راه كنعاني بنفس المشكل. انا ما نقدرش نسمي حتى شي واحد، وما غنقول السميه ديال حتى شي واحد، مي كل واحد عارف نفسه. وانا عندي الناس كيصيفطوا لي سكرينات بان كاين جروب في التليجرام فيهم اشخاص معروفين بزاف وعندهم الباج ديالهم واصله مليون 900 كا، وهاد الناس هادو ما عرفتش شنو بغاو من عندي. انا يعني كنهضر على نفسي، تقريبا شي 5 د الكونطات مشاو. هو عنده كونط واحد مشى له، انا 5 د الكونطات فيما كنطلع كونط نفس الاشخاص. انا 7 ولا 5 مشاو ليا فيما نطلع 400 كا، عندي معاهم عداوه وكيهاجموني ديما. والناس كلهم طبعا عارفين، راه كيطلعوا في اللايفات كتوصلهم حتى 30 كا الهجوم والتنمر وبزاف د الحوايج. دونك اون فوا كيكون عندي مشكل معاهم كنجي كنلقى بان الكونط طار. الحمد لله دابا ولينا خدامين على التيك توك وحنايا. دونك انا كنهضر عليا انا شخصيا كبنت، وكنت عايشه في الغربه، كنت عايشه في دوله قطر كما الناس كانوا كيعرفوا، ودخلت المغرب. بغيت حتى انا يعني بنادم كيجي باش ياكل طريف د الخبز وما خلاوكش. دونك انا عايشه بالسوشيال ميديا، ما نكذبش انا عايشه بالسوشيال ميديا. القناه ديالي مشات ديال اليوتيوب، يعني الدمار الشامل تقريبا. ولكن الباج اللي كتحرش الناس عليك، الباج كتحرش الناس وهي براسها. يعني راه كنت هضرت واحد الخطره في واحد اللايف وهضرت وسميتها وداك الشيء. هنايا بالنسبه لدابا بهذا الانترفيو انا ما غاديش نسمي، لحقاش حنايا غادي نديروا يد في يد وغادي نحاولوا نلقاو الحل لهذا الشيء. شكحته هو يعني بغاو يهرسونا، ولكن الحمد لله حنايا عندنا واحد الناس كيبغيونا، عندنا فئه ديال الناس كيبغيونا، عندنا اكثريه ديال الناس كيبغيونا. وحتى دوك الناس اللي كيسبونا حتى هما تيبقاو لي فان ديالنا. انا شخصيا قدمت شكايه والمحاميه ديالي راه انا عندي الدلائل، لان جاوني سكرينات من الجروب ديال التليجرام. كاين واحد التليجرام داخله فيها فلانه وفلانه وفلانه وفلانه. دونك نتوما نتوما معروفين لحد الان. انا ما دخلتش القضاء، ولكن بيسكو تلاقيت مع رشيد هو اللي حمسني وعطاني هذه الفكره وقال لي باش نخسر نلقاو شي حل. دابا انا ديغنيغمون عاد طلعت واحد الكونت ديال 2012 وصلتو قريب يوصل 100 طار وكونفيرساسيون وسطاني كيهضروا في ابيل وجروبات وداكشي ديال بريفي. انا واحد الانسانه جايه باش كما كنقولها وكنعاودها باغا ناكل غير طريف د الخبز. دونك دابا يعني كان يعني كنتخلصوا من اليوتيوب داكشي. الناس راه كياخذوا الملايين، انا راه كنت كناخذ غير الفوتات خاطر انا كنت قاسمه في الاول النص مع واحد السيده واحد لاباج ما معروفاش هي كوجهها، ما هي معروفه كباج. وانا قلت لها صافي خدي ديك القناه غير بعدي مني، باسكو انا حسيت بان كاين شويه ديال التراوغ، شويه ديال التلاعب، شويه ديال يعني انا بغيت نخرج راسي ما بغيتش نطيح في شي مشكل كبير. معك تنتينا حتى مع واحد الشخص اخر، مع كلشي. هاد السيده هاد لاباج هادي اش كدير؟ كتمشي كتقبط مثلا كيجي شي واحد كتبناه، يعني كاين واحد بحال اللي كتاخذو كتستلمو وكتبقى تاكلو في راسو حتى كتقدر نص بالنص، الوغ كي هي ما كتبانش، الاخر كيبان بوجهو كتاخذ نص بالنص. بون انا ما نخلي هادشي ابار، ولكن كنقول حسبي الله ونعم الوكيل. واحد كيفوض الامر ديالو الله وكلشي غادي يبان. هو ما كيأثرش على الشهرة، ولكن كيأثر علينا حنا ماديا، لقاش حنايا كنعيشوا بالاشهارات. مثلا انا كانت عندي واحد الكونت فيه مثلا 400 كا، يعني كتجيني اشهار مثلا كل سيمين كيجيني فيه اشهار 2 فوا. شحال كنخدموا الاشهارات؟ ما كنخدموش بالملايين، كنخدموا 2000 درهم. دونك انا عندي لي ديبونس، عندي التزامات الزولي، انا عندي الكراع، عندي الطوموبيله كرياها، عندي الماكله ديالي، عايشه بوحدي، فهمتي؟ دونك هادشي كيأثر علينا على حياتنا الكوتيديان. وي بالدار عندها مسؤوليه، راه كتصرف على عائلتها وشحال من حاجه. ما كنصرفش على عائلتي، الحمد لله. عائلتي خرجوا لا غوتريت، كانوا خدام في الوظيفه العموميه، وكل واحد عنده الحمد لله التقاعد ديالو، ولكن كنصرف على راسي انا، والدنيا غاليه وانا عايشه بوحدي. دونك انا بما انني دخلت هاد السوشيال ميديا كنبغي نبعد كل بعد على الحياه العائليه ديالي، ما كنبغيش نامبليكي لا فامي ديالي في هاد الشيء. لقاش هادشي صعيب بزاف، يعني المجتمع دابا كتوقع على تنوير التفيد. قررنا اننا نتجمعوا باش ننوير، حتى شي وحده ما كتوافقش، فهمتيني؟ انا ما درتش شكايه بوحديتي، ما درتش شكايه. انا نعطي الكلمه لخويا سيمو وندوز مراه شكاح. شكرا بزاف. السلام عليكم، اليوم مرحبا بنا في طنجة عند خويا رشيد جد الكرم، الله يكبر بك اخويا رشيد. وغيتا اختنا حتى هي شحال هذه ما تلاقينا، خلاص الشكيه طلع لي في راسي ديما. المهم الاخوان كنشكروا القناه ديال أشواق، شكرا بزاف على الاستضافه هذه. وكيف ما قالت غيتا ورشيد، هاد الناس هادوك ما كناش حنايا الناس اللي باينين في السوشيال ميديا مزيان وعاطين واحد القيمه عندنا، ما غاديش يبقاو تابعينا وحاطين عينا لهاد الدرجه هادي. واش فهمتي شكون اللي كيتقاد؟ غير داك اللي تيكون ديما. انا كان عندي كونت فيه 800,000 قريب للمليون، الدوليه كونت 800,000 ما بقى لي والو للمليون. علاش؟ الحسد والغيره والسينيار. الكونت الثاني ديال 200,000 الدواء عاوتاني. كيف ما قالت هاد الناس هادو، كيف ما تنقول لك، اش غنقول لك؟ بنادم تسر. وهذا الشيء باش غادي نحبسو حنايا. رشيد دار شكايه، والد كذلك دار شكايه في مدينه كرسي، في واحد السيد اللي تا هو عيق وزاد فيه. هذاك واحد هذا واحد في كرسي، واحد في المحمديه، هذاك بالفلوس، وهذا اللي في كرسي موراه ناس كبار كيدعموه، كيعطيوه فلوس تحت الدف، وهو اللي كيقولوا له شنو دير. فهمتيني؟ المهم حنايا درنا الاجراءات القانونيه ديالنا، داك الشيء كيبقى مع القانون. وكيف ما قال لك رشيد، هذا الشيء هذا راه زاد عند حده، حيت بنادم كيدير كونت كيديه له. حيت كما قالت غيتا كاين شي ناس مساكن راه منا وجبد، راه الانسان مسكين. علاش؟ راه اشهارات بزاف د الحوايج. نقول لك كاين شي واحد يبغي غير الكونت ديالو عزيز عليه، وهو راه خسر عليه بحال رشيد. الكونت ديالو خسر عليه فلوس بزاف، وراه كان تيجيب لي زانفلونسور. حنايا حنا ما نكذبش عليك، كنا تنخدموا معاه بفلوس اخويا، ما نكذبش عليك. غير باش شوف بحال دابا، غير بوست واحد باش بوست انت وياه تخرجوا هكايا. المهم شي 8000 9000 فهمتيني. وكان عندنا الكونطا الطارئين عاوتاني، بزاف ديال لي كولابوراسيون. مثلا كنت كنهضر فوالا اشهارات. ها شنو؟ ها اشهارات. لقاش هو الحمد لله رشيد الله يعطيه ولا يزيدو بالخير. اول حاجه اللي جينيرو تبارك الله عليه وتيبغي لنا الخير، داكشي اللي كاين. تيقول لك غيتا انت مثلا غيوليه وهذا وانت كتقاتلي مع الحياه. اجي عاد كيكون فيه 400 طالب، داكشي اللي كاين. وتا هو خسر رزقه وهذا كيف ما قالت غيتا. المهم هذا الشيء هذا خصو يحبس هنايا عند هذا الحد ديالهم، حيت هما تصروا وزادوا فيه. وهذا الشيء هذا مسكين تا هو راه ماشي تعداو عليه ديال بصح هكا والد. السلام عليكم، مرحبا بيا عندكم في قناه أشواق، تحياتي لكم هذا المنبر. تبارك الله صادفنا خونا رشيد اللنجري، صافي شي عام وتلاقينا معنا الاخت غيتا القايده ديال الانستغرام، وخونا سيمو انت ما طلعتيش في راسي، انا ما طلعتيش في راسي. شكا حال الدراري كيف ما كتشوفوا الاخوان، هاد الناس هادو هاد الطاغيه هادو تسروا وبسالوا باش تشوف واحد المنظر انت كون ديالك كطلعه وكتبنيه من فوقاش من 2018 وما عند فوقه وانت كتبني فيه كتبني فيه كتبني فيه، يجي واحد كيخدم بداك الشيء ديال الهاكر وداك الشيء ديال السينيال. وشنو كيديروا دابا؟ المشكل ماشي هنايا كيديك الكونت، كيستقطب فئات عقول ضعيفه، صحاب 11 عام 12 عام. بنادم اللي انا صيفطوا لي سكرينات ديال التليجرام كتلقى بنادم في عمره 15 عام داخل في داك الجروب، بهم شي 1000 ولا 2000 واحد. دابا شنو الجديد كيخرجوا على الشباب دابا بحال هكا، ها هو دابا انايا دخل ضرب لي كونت ديالي ولا ديال سيمو ديال رشيد ولا ديال غيتا، شو غادي يولي يضرب؟ يولي يضرب البنوك. هادشي هذا خصو يتحد هنا. انا ديجا مديكلاري بواحد السيد في كرسيف بلا ما بدون ذكر الاسم ديالو، قال لك سميتو ملقب هذاك، انا هضرت عليه شحال هذاك باش داخل هذاك سميتو انيموس، هذاك كاع هذاك زاد فيه هذاك السيد. انا هددني صيفط له 1000 درهم قلت له بعد عليا، ومع ذلك ما بغاش يبعد عليا، وعندي الريسيبوبه صيفط له، عندي كل شيء، عندي المسائل. دابا ذاك السيد قال لك اسيدي غادر التراب الوطني. بقى واحد السيد في مدينه المحمديه الملقب باش ملقب رشيد، ملقب اللي في محمدية، ملقب فور اكس. هذاك الله يرحم والديه، هذاك تسر غنتوجو انا وياك وديك الساعه نشوفوا علاش تسر. والله الا تسر بالله. شتي دابا هذاك اخوتي دابا شنو زعما عند بالهم؟ زعما يديروا لك الكونت زعما وشو كيديروا؟ كيفتخروا كيشهروا به، كيحطوه عندهم في انستغرام ديالهم وتيطاكيوك، ويجيو الناس يقولوا لك واو طيحنا لك الكونت. شنو هادشي كيولي داخل فيه؟ داخل فيه التشهير، تحريض، السبالقه. دابا انا اي عقلك انفلونسور ولا هاد الناس دابا اللي حدايا كاملين سيمو رشيد ابتزاز. انا شخصيا 1000 درهم صيفطت لهاد السيد هذا، 1000 درهم صيفطها له رشيد. انا رشيد خاسر السيد على الكونت ديالو، عرفتي شحال خاسر؟ ما عرفتيش. كيمشي كيدينا كيخلص مثلا دي زوطيل تبارك الله فخيبه. هذوك الناس اللي كينتقدونا على الكونسيبت اللي ماشي فيه تيقدر يكون من ولادهم مع ديك. اييه دابا بزاف الناس كينتقدونا على الكونسيبت اللي كيقول لك الشكح ولا رشيد ولا غيتا ولا سيمو، هذاك الكونسيبت اللي كيديروا لا ما مزيانش، واخا ماشي مشكل. حاجه شنو نقول لكم واحد القضيه من هنايا، الحريه ديالك كتنتهي عند الغير، هي ما تاديش الواحد، انت كدير داك الشيء حرفك. كاين واحد الحاجه في الانستغرام سميتها بلوك، بلوك يعني ما تفرجش فيا، ماشي تدخل وتحرج فئات. مثلا دابا الصغير كيقول لك حقه ما حقه، اجي سينيريو هذا شو كيديو؟ كيستقطبوا كما قلت لكم فئات صغيره، عقول ضعيفه، عقول هشيشه. بحال دابا الولاد كيقول نحاربوا التفاهه، ولادكم راه كيدخلوا في هاد الجروبات هادو، خصكم تراقبوا ولادكم، ماشي تراقبوا غير ما يتفرجوش في هذا ولا في هذا ولا في هذا، راقبوا لهم التليفونات ديالهم شنو كيشوفوا شنو كيديروا. مثلا ولد عمره 8 سنين اش كيدير بايفون؟ اش كيدير بايفون؟ سامسونج. حنا هاد الناس غالبا كتكاع على التليفون، كيعطينا الوالد 10 دراهم راه بحال ما عرفت شنو عطاه. دابا غادي تولي هاد الثقافه ديال القرصنه شائعه شائعه شائعه. عرفتي علاش؟ كنلقى دري صغير كيدخل عندي للكونت كيقول لي انا غادي نطير لك الكونت، بحال تقول مولع مولع الولاعه ديال الولاعه ديال كيشوف مثلا كيطير لك كونت كيقول واو. فهمتيني؟ فوالا الهاكرز ديالهم هادشي راه عيقوا، اقسم بالله الا عيقوا هاد الناس هادو. اي عقل هاد الناس دابا تغاو، ولكن حنايا كنتيقوا في القانون ديالنا المغربي الحمد لله. كل واحد عنده لاباج ديالو خدام على الاعلانات وخدام تدخل الفلوس وخدام طلعوا الكونتات ديالو. دابا الغريب في الامر واحد الباج كاع ما كتبقاش كطير. دابا واحد الغريب في الامر كيما هيتيني فمي خطاش بالسنه وعسله رشيد، واحد لاباج ما كطيرش، وديك لاباج هي اللي كتنشر شي اشياء. دونك اللي خاصه فريمون هذيك هي اللي خاصه مثلا تحبس، تشد شركه الانستغرام. ماشي كنقول لكم انتم ديروا شرع يديكم، بنادم كيسد لك الكونت كيهاكر. واش انت عاطينك السيرتيفي من الانستغرام باش تخدم معاهم؟ شكون نتايا باش تخدم تبقى تسد لنا انت لي كونت كتخدم ودير جروب وكتحرض الناس؟ ها كيفاش تسينيالي؟ وا كيفاش كاينين بزاف ديال الناس. كاين واحد الدريه سناء شيكشوب حتى هي كتعاني من هذا الشيء هذا، مسكينه كتبكي مع راسها كتهضر معاها طيروا لها الكونت، طيروا لها الكونت. سناء شيكشوب راه صيفطت لي اوديوات والله العظيم الا بدات مسكينه تبكي وتعاود. عرفتي شحال الناس دابا صيفطوا سناء شيكشوب خدامه عندها التجاره، ويني شوف كتخدم عندها القفاطنه وديك الشوب بدا يقطع لها. ويني هاد الميربا دابا ديك السيده مسكينه ديك الشوب اللي نهضروا عليها مثلا، هاد السيده مسكينه خدامه على راسها ياك، خدامه موراها عائلات كتوكلهم معاها. عندهم العداوه حتى مع شي واحد هادو، لا ما هادو ما عندهمش عداوه هادو. انا اللي اكتشفت كاين واحد الشخص فيما كتدابز مع شي واحد لا غدي كتنوض كتقلباش. هو رشيد شاهد على هذا الشيء هذا. انا اي واحد السيده قلت لها بعدي عليا، تدخل عند رشيد قلت له اقسم بالله العظيم غدا يصبحوا له الكونت، وفريمون الكونت ما بقاش. علاش زعما هذا الحقد هذا؟ علاش؟ ولا هشيش الكونت ديالو ولا ماشي هشيش، غير كذوب. ديك الخطا يقول لك هشيش ماشي هشيش، الكونت ديالك عمره ما يجي يهش ولا والو، هما كيديوه لك. دابا شوف دابا دخلوا لها المعلومات كيخرقوا الحسابات. دابا الناس هادو داصرين، واحد هرب وراه في الصبليون بقى واحد هنايا، هذا الواحد هو اللي مدعي بلا ما نذكر الاسم ديالو، راه مدعي تما ساكن في مدينه المحمديه بدون ذاك الاسم ديالو. هذاك السيد هو باغي يجمع فلوس باش يهرب، دونك حنا ما خصناش نخليو له فرصه فين هذا السيد هذا غادي يهرب. حنا القانون تيقين فيه، انا دير به ديكلاراسيون داك السيد وغادي نعاون ندير ديكلاراسيون حتى بهذا، حيت فريمون طغاو. انا داير كونط ما كنسب حد، ما كندير ستوريج مثلا مع امي ولا هذا ولا فيديوهات لا هذاك لا خلاص مذكرات حنا شكون عليه القانون، راه كلشي انا صيفطت راه في الريشيرش الحمد لله. شوف عندنا القانون المغربي تبارك الله نازيه وكنثيقوا فيه والله ينصر سيدنا، وعاش الملك عاش الملك عاش الملك. هادشي نقول لكم من هنايا انايا الحمد لله حنا في دوله الحق والقانون، حنا ماشي في غابه. هادشي كنقولوا هادشي هذا ماشي كنقولوا زعما تيخاف القانون، لا تيخاف القانون ديالنا غير باش نور الراي العام. شكون هاد الناس هادو اللي فريمون بزاف الناس ما تيكيبش له كونط، شويه كيدخل عنده واحد كيقول له اصيفط لي 1000 درهم باش الكونط ديالك ما يمشيش. هادشي تعرضت له انا وتعرضت له غيتا وتعرضت له راه تعرضوا لسيمو، هادشي تعرضنا له. هادشي التجربه اللي كنعاود لكم حنا عايشينها. انا صيفط لذاك السيد 1000 درهم، عاود صيفط 500 دواء بزاف بزاف، ما انا كنشدوا الملاير، ما عندنا يوتيوب ما عندنا غير انستغرام، غير كنبغيو نضحكوا مع الناس. وما شغلكش اخويا كاع في تسينيالي وتعيدني. تيك توك راه كيمشيو ليكم تيك توك لي لايف، دابا نوقف فين لي لايف؟ شنو كندير في هذا اللايف؟ كنطلع انا مع بنادم بعيد، كنطلع انا مع بنادم بعيد سعودي ولا تونسي، كضحك مع بنادم كيضحك كاين تبارك الله عائلات كتدخل داك الشيء محترم، بنادم كيجي ما كيخليلكش اجي السينيا ما تلبسها لا هادي. والمشكله هي واحد ولا جوج كتكون عصابه، تكون عصابه اضرب بهم 1000 في الجروب التليجرام 1000 ومدعمينهم شي ناس من المهم القانون راه خلاص تاخذ الحق ديالو ونصر سيدنا عشان الملك. ها الخير الكلمه الاخ رشيد اللنجري. الكلمه الاخيره شنو قضيه القانون في هادشي؟ القانون تيبقى في شي القانون راه مشيت عند البوليس درت شكايه وعملت محاميه وسمعوا لي وبديت بالاقوى ديالي وعطيتهم يعني حتى الاوديوات اللي كان كيسبني فيهم هذا السيد هذا وكيهددني كيقول لي يعني لا ما جيتيش لا ما صيفطتيليش الفلوس ولا لا ما اعتذرتيش غنطيرو هايدا يعني بوجه مكشوف كيهضر معايا بالاوديو صوت وصوره وداك الشيء هذا فهمتي. يعني تخيل معايا الكونت كيرجع لي مع 4 د العشيه كنكون في طونوبيل ما كنجي نوصل انا للدار مع 6:30 كنجبروا طار وانا ما منزل لا ستوري لا بوست با تواصلت مع شي حد في الخاص بشي سينياليوني يعني انا كيفاش هادشي هذا الكونت ديالك ستاغ انت هو ما كيتحل. رشيد اسمح لي رشيد دابا حتى حنايا الا بغاو تضربوا لنا مثلا ضربوا لنا الكونت، حنا عندنا ستوريات حنا اكتيف هنا هذا مثلا شكاح ولا سيمو مثلا اللي كنت ديرهم هما اعلانات هما مشاو هنايا هما حطوا هما طاقوا هادوك تيطيروهم. دابا المشكله بان رشيد دخل سوق راسو الكونت ديالو عنده لي ستوري ستاغ حتى لاحظت ستوري حط ستوري واحد كيفاش هذا الكونت هذا يطير كيفاش وعنده حقيقيين؟ لقاش حنايا حنا اللي فاش كيبغي يطلع الكونت حنا كانوا عندنا الكونت هذيك الساعه طالعين كنا كنطاقيو كنا كنتلاقاو مجموعين في الصيف وهذا وكيدبر علينا في كولابوراسيون داك الشيء. المهم باش دابا نشرح لكم دابا القضيه ديال رشيد تبارك الله ماناجر كيعرف تبارك الله ناس كيعرف شخصيات كيعرفنا عليهم فهمتيني كنتعاونوا مع بعضياتنا هادشي كنديروه اونسومبل. رشيد تبارك الله تا هو راه عنده سمعه وراه تبارك الله مفوقاش رشيد معروف ولا راه شحال هادي حنا كنتلاقاو معاه كنضحكوا كنشطوا هو فوالا ما كيحتاج باش يدير اشهار ولا تبارك الله هو السيد ديجا معروف ديجا بزاف ديال الحوايج. دوك كيتلاقى معنا كنضحكوا كنشطوا كيدينا مثلا بلايص زوينه كيعرفنا على جداد كيعرفنا على هذا التقارير فهمتيني هكا وعوالين خدامين هكا ستابل. حتى كتشوف بنادم كيدخل لك هكا في حياتك. كنا عوالين نسافروا برا المغرب عوالين ندخلوا هنا في المغرب عاوتاني نصوروا لهم الاجواء نصوروا لهم كيفاش المغرب تبارك الله ديالنا من الداخل كيفاش داير نمشيو لدوك المناطق اللي زوينه الجبال الاطلس نعرفوا الناس يتشوف الناس الجاليه راه متوحشه في هذا الشيء هذا. كاين اللي ما جا صافي لونطو 5 سنين 10 سنين كيبغي يجي يشوف هذا الشيء هذا ما خلاوناش نديروا والو ما خلاونا نديروا للقدام. علاش؟ باش يسينياليك باش يشد من عند واحد الفلوس ولا باش انت يبزك باش تعطيه الفلوس. هذه كتراه ابتزاز هذا والتحريض واستغلال العقول الضعيفه. راه كاينين الناس قل من 10 سنين في ذاك الجروب بغاو يدمرونا وين حنايا حنا ما يمكنناش نمشيو من السوشيال ميديا ما يمكنش. انا عندي لي فان ديالي هذا عنده لي فان ديالو حنا صافي حطينا سمياتنا كاينين مرسوخين راهم مرسومين هذا الشكل زعما معروف قبل مني ويلي من عام الفيل غيتا انت تبارك الله رشيد ماناجر ديال الفنانه ويلي رشيد عنده ماناجر ديال الفنانه راه دوز ولا قلنا نقابه الفنانين بطاقه فنان شي واحد كتقول له رشيد غيتا لقيت سيمو بي معروفين واش غادي تجي تحيد لي سميتي بالكوم ما يمكنش. دابا هذا دابا سيدي حيدتي لي سديتي انستغرام فيسبوك تيك توك بقى خرج سيدي هنا في الصحافه وغير في الصحافه لا واش الصحافه واش غير الصحافه. انا مشيت نعوم بقى نديرو ستوريات حنايا شويه نديرو مشي نعوم بيوت بقاو ندورو بغيو نديرو شي اعلان نديو شي شاشه ندورو. والله الا العظيم هذا راه حماق، هذا والله الا حماق بالله. قيلونا يا المهم. شوفوا الكلمه الاخيره، شوف اللي غادي نقولوا انا ورشيد والاصدقاء كاملين، هو القانون راه متبع الاجراءات كاملين، وان شاء الله شوف راكم زدتوا فيه وحيقتوا علينا، وان شاء الله غطيحوا. هذيك اللي ساكن في المحمديه كنتوعدك ان شاء الله قريب غنكون موجود. السماحه رشيد ما كاينش السماحه ما كاينش الاعتذار. هادشي راه فيه الحبس والتعويضات، العتازه ديالنا مزاوقه ديالنا، ما كاينش الاعتذار. وكنشكروا الاشواق وتحيه الاصدقاء ديالنا كاملين، الله يكبر بكم، الله يحفظكم، ميرسي. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.